حين نعم الدين النصيحة شأنها في الشرع عالي بالتعاليم الصحيحة ينجلي زيف الضلال وبأحكام صريحة انتظاها ذو الجلال فاتبع هدي النصيحة ترتقي نحو المعالي إنما الدين النصيحة شأنها في الشرع عالي بالتعاليم الصحيحة ينجلي زيف الضلال إنما الدين النصيحة شأنها في الشرع عالي بالتعاليم الصحيحة ينجلي زيف الضلال وبأحكام صريحة انتظاها ذو الجلال فاتبع هدي النصيحة ترتقي نحو المعالي إنما الدين النصيحة شأنها في الشرع عالي بالتعاليم الصحيحة ينجلي زيف الضلال قل هو الله أحد من أنزل الحق بهدي واضح له الغنى عن من أتى ومن جحد ومن هدى النجدين عقلا ناضجا وقدر الإنسان خلقا في كبد قد سبحت بحمده كل الأمم وكل وجه قام لله سجد ما ضاع من له وجد فقل لنا من ضيع الله فماذا قد وجد وأصلي وأسلم على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله الهادي إلى طريق الحق والصواب وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والميزان أما بعد السادة والسادات الفضلاء العلماء والأساتذة والآباء والأمهات طلابنا الأعزاء سلام من الله عليكم عليكم يا أحبتنا السلام وأتحفكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأهلا وسهلا يا مرحبا بمن شرف حفلنا وكرمنا بالحضور وعطر آذاننا بجواهر كلامه وأفئدتنا بالسرور وأعيننا بالنضرة والبهجة نرحب بكم في هذا اليوم ونقول مرحبا مع كل شروق شمس وغروبها مرحبا عدد نجوم السماء اللامعة في الأفق مرحبا حين تتلاطم أمواج البحر مرحبا بالأمل الجديد الذي أزهر منذ قدومكم أهلا بكم ومرحبا بالسعادة التي غمرتني عند رؤيتكم فحللتم أهلا ووطئتم سهلا كل الاحترام والتحية والترحيب تعبر عن مدى فرحنا وسرورنا بحضوركم لنا ها هي أيدينا نمدها بالترحيب آمنين سعادتكم في الدارين ونفرش بالورد والزهور طريقكم ونعطر حبر الكلمات بالمسك والعنبر لتليق بمقامكم لما علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ضيوفنا الأكارم ها هو مركزنا مركز المدينة للتأهيل العلمي يتبسم لقدومكم وتفتحت لكم أبوابه واستبشرت الفصول بسماعكم وتنورت شوارعه بوجودكم وسفقت الجدران برؤيتكم أما نحن الطلبة فأيدينا ممدودة لتصافحكم وقلوبنا عامرة بحبكم وعيوننا مشرئبة لمعاينتكم وآذاننا مصغية لتلقف نصائحكم السديدة وتوجيهاتكم الفريدة
الحفل الكريم، تكاد أن تتوقف العبارات وتعجز الكلمات عن وصفها بمشاعر الفرح والفخر والاعتزاز. نقف على أعتاب 3 سنوات كاملة كانت لنا كالدرة البيضاء، قضيناها بين جدرانه أمتع اللحظات، وها نحن اليوم في المنعطف الأخير نحو الرحيل، لتبقى الأوقات التي قضيناها سوياً ذكراً منحوتة تقف على أطلالها ونحن في شوق للقاء مرة أخرى. وأهنئ لإخوتي وأخواتي الخريجين والخريجات وأقول لهم توأم الروح فهيا لكم قلبي والمحيا، نحن بالدين سمونا فوق هامات الثريا، فأي لسان لكم يذكر وأي ثناء بكم يجدر، وأنتم صنعتم بأعناقنا قلائد در بها نفخر، سنبقى أسارى لحسن صنيعكم طوال الحياة بها نذكر، فمهما تباعدت العيون ستبقى محبتنا أكبر. وأخيرا أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوة الخريجين والخريجات، نشكركم بحضوركم المتميز ونقول مرحبا بمن وصل على الرؤوس في المقل، قلوبنا هي المحل وهي فسيح المنزل، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والختم صلوا وسلموا على المختار، والسلام عليكم ورحمة الله. الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختيار، والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة، وإن بإضمار يكن معرفا فللمقامات الثلاث فاعرفا، والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم بين، وعالمية فللإحضار وقصد تعظيم أو احتقار. قال الفقير الشرف العبريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا، تابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقة للإمام الحرم. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه والدراسة. اليوم أنتم زينة هذا المكان وأنتم فخر هذا الاحتفال، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، بالعلم تبنى الأمجاد وتشيد الحضارات وتسود الشعوب، به أضحى ابن عباس يفوق القوم تبيانا، ألا بالعلم ننتصر ونأخذ منه برهانا، ومن للعلم قد عاد فليس يعد إنسانا، فيمدح فيه أتقانا ويقدح فيه أشقانا، نشيد به حضارتنا ونطعم منه جوعانا، تنادي به شريعتنا وتجعل منه فرقانا، به نادت مصادرها أحاديثا وقرآنا، وأهل الحل والعقد أحالوا العلم ديوانا. وفي الختام أتمنى من الله أن يوفقنا بكل ما فيه الخير وأن يحفظنا ويرشدنا على تطوير أنفسنا ومن ثم تطوير مجتمعنا ووطننا العزيز. مانتا وفرحات أدوين إلهي أنكم هذين سبحانه وتعالى مركز المدينة عديتب وحير أنو لابطو ومانتا حفلة ديسة لوفا ديو أرضي لكبه خايي ووليب الدفعاتي أما دفعاتي لحال أي غلي جميل أيان مر أن أدو فغين أو كوبان مركي مدى أهل الله حسابيو أيا حفيزك شيخنا الشيخ محمد أدو أمل إيو سدح قف أي فريستين مع الشيخ فكرة ذلك سيكب الله بطي
إلهي سبحانه وتعالى ما أنت هلكن زوجات سيء وحبضن 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 وحن سلمنا هاي وحق بصومي وفضل إلهي سبحانه وتعالى يضدك مؤسسين تها وشيخنا شيخ محمد ملؤوينا شيخ حسن أشكر شيخنا أصناء ومن الجري دكتور عبد العزيز شيخ باريو تقريبا تيم كاس وشيخ الضوء نوعها إني يدا أي في هذا ما أبداً تهي إن شاء الله تبارك وتعالى كدمنا تيم كي صورها عي وأريد اللقاء تهي معلمين تأويهين تاجك إيا ماذا خلص رأيويهين إيا والدين تي أرضيني إيا ضد كي مركز كلاسة حريري أما بكل حرمي إني يدونا قوضا إيا الله دوني تان أي دوني يعني دين تيسا إيا نسلي هاي إن أي صواب وحيد مركا فرحداً آدماً وفرحسنا حقيقة أو حدوي وليب وحيابها آت أقيمة بلهم حكم إذا إن أرضي لي كبر هذه مركز المدينة أي جامعة له ودن ك إسلامي أي كلمة كوباد هي لواط هي سدحات هي أفراد هي شنط أي حرتان سدم كل جري هذه قدر على قدر ضعيفين مركوا إله فضله سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الله وأن ربي إلى كل حجي ما هذا سلاح سبحانه وتعالى وحال هذا ما هنلقيا حضورك ضمان ولماذا هي ورالك إن أثناء هذا وحنفريا بالسياسي أنا عميس أوربادا قدر ورالك إن يوسف الحسن أردت مناسبات كستة ومناسبات كدينية هي أرماء بالشدة قلت أغن قلت إنت بآدنا وما هنلقيا بعد شكر الله تبارك وتعالى مرتي أدو قيمة بضن أيام شنوفة إذا ولماذا يعني إيو وحقرت بضنة سيدوك الوحان ما هنلقيا معلمين مركز المدينة والدين أرضينا إيو ودهان حضورك وحيابها أنا هذه وده أنا يا مرقى إنما الحكمة بهذا الصحافة قلية سياسيين تنظف على مارينا وايشجا حقيقة أنت هنا ماشى فديدا هم با هذه رجع الأخيار أو قيمة بدل أي نجوبين هي كان لنا رمضة وأريجي لنا هذا الدنيا الدنيا بقى هذه أي نجوبين هل كان ما يضافتين لكن هذا مشارق بلاد ومغاربها يا تمين تأي تمين يا قال تنجى قال يا هي جالسة هذه هي أي وجهنا هي قال لفتكور وأنت سوق فكوهنوني أو واحد من حواك كسر موبي ودين كوش إعلان لفتر كذا أجر هذا والله يكهر إن شاء الله تبارك وتعالى أدعو ما تنهين وحنا رأينا مركا أنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى ود إعلاني أخيارنا إلى كلمات هي يا ربا وقت جانا كله بحل جينا بلاونا هي دوان كده هني لكن وحن فيلا يا إن شاء الله أما بقى رجينا يا إن وقت جاب بيخان سما وأخيار تبص كي أبي يرو لابد دقيقة قبل أما دقيقة دي بقى ونا السلام كده من هالكلمة وأصغر وح ما هالكده أنا جرب وحوي النقطة تكون نجي له. لما نقطة ماشى عن السوت بي. نعطي له معلمين تعلم هذا الدكاترة. والمحسنين أول ما قبل كل شيء محمد العلي إن الله سبحانه وتعالى السوق كان هلكا إن وافجي إن المكوى طيب قاد المكورينتا هي بربارينتا العلمية الشرعية. إنتهى كذي أنا قلت الشيخ مي أرضي بان هاي والله هذا ما فرح صنع هاي وقت جا هي زمن كائن ما تجونه هي فتن كائن على سيد الجيا هي مركز المدينة جهدي هو بحي مركز السوبر بريو وعندي كراوة وحلا غفارة الله نلوجه محل علي هذا البدن ما ديه ذبي ما نديه كري صوت واحد تهاي إن ذكر البدن هو صافير نيا قدام اللي بحكي تاجين محل كم واللي يقف جيجو واللي بحكي قدام بحكي تاجين هذا ميا ذكر ما صار مسك غير نيا مسوا هلا مركع علم هذا يعني هي وحوى يا الخير كان العلم يا فدي وهذا كم بدن وحلاه هاي لو يصدق كلمة كلمة الكوبال وحاربا إنا درسي عطيد مركز المدينة هي عموماً قف كسطوة وحبرنايا وحادوكتهين علمي هي علم العام دويني سنسيني دريكا تأساقها وامدك سكان كاني وامدك مركز المدينة كاني سناشا العام تسوق حاربا إنا كرروينو كان ميرر لينو علمونا مرد مادو إلا أذيغا ساعدا لي وقتها وفي مادو باهي علمي يقرر سباطتا ودليل على ذلك وحاوي علماء المعلمين تيديئة
iyo waxa way intay tarbiyeeyneysa dhamaan waxay ku jiraan inay cilmiga sii ziyaadsadaan idin kale midaas iyada ay dardaarmayaan qodobka labaad barashada cilmiga iyo inuu qofku darajo gaaro waxay u baahan tahay sabir iyo adkaysi maadada aada baran hayso culayska ay leedahay inaad ku sabirto waqtiga aad ku bixinaysa inaad ku sabirto canaanta iyo culayska idaarada iyo macalimiintu ay ku saarayaan inaad ku sabirto lidaalika biduuni sabrin qofna meelma gaarayo qodobka io saddexeeya alixtiraam in macalimiinteena iyo culummada iyo qof kastoo xaraf idii faa'iideeyay inaad ixtiraamtaan adiga markaad ixtiraamtay inta da'da kaa weyn cilmiga kaaga koraysa ayaa waxa aad barato uu waxa weeye barako yeelanhayaa waxa aad barato uu ku siyaadiya zamanka maanta aynu joogno waxaa yeel ixtiraamka waxaa yeel culummadii in la tacniyo waxaa badan qofkii shalay adiga farbarkii alibaxmala kaaga soo bilaabay beli afar xaraf markay isugu ka aadaan inaad inkirtaba dhahdo muxuu ahaa iyagu ku sheegayaan marka in la is ixtiraamo oo waxa weeye culummadii iyo dadka macalimiinta iyo qof walba wax idii faa'iideeyay inaad ixtiraamtaan waxaan kusoo gabagabaynayaa ummadda qofka bini aadamka saddex marxaladood buu maraa marxalada koowaad oo marxalada la yidhahdo marxalatu wujuud inaad hesho jiritaan marka aad dhalato laga bilaabo ilaa aad ka soo gaadhayso inaad hadasho ood wax aragto oo dadka la doodo oo qof socdo noqoto marxaladaas iyada inta ka horeysa waa marxalad ay waalidiinta iyo in alla inta qaraabada kuwaa laga bilaabo maalinkaad dhalatay oo marada lagu duduubayo ilaa inta misaasada afka lagaaga saarayo ilaa waxbarasho lagaa geynayo oo waxbarashadaas ka soo baxayso bilowgeeda hore marxaladu wujuud baa la yidhahda qofka jiritaankiisa waxaa ka qayb qaadanaya waalid iyo waxa weeye qaraabo iyo inka agdho midda labaad waa inaad dadki ka mid noqoto oo maxay tahay meesha maanta aad maraysiin oo marxalatu nuhuuda marxala thaanawiya inaad dhamayso waxoogaa aad soo yar korto midda saddexaad waxaa la yidhahdaa marxalatu tafawuq waxaa markaa idiin sheegayaa culamaau cilmu nafsi tarbawi waxay shee ahaan saddex xariiq bay sameeyaan xariiqa koowaad waa midda marxalatu wujuud oo qof kasta uu soo maray midka labaad waa midkaan marxalatu nuhuudka ahoo qof walba uu soo maray ama marxalo la yidhahda marxalatu tafawuqa nin walba ma gaaro nin walba ma gaaro dadka ku noola way yeryihin inteena hadda meesha isnagu tihin boqolkiiba sagaashan waxaynu ku dhex jirnaa darajada saddexaad nin thanawi ka soo baxay nin jaamacad dhameeyey nin iska weynaaday asagoo waxba baranin waan wada noolahay bulshada dhan meeshaasay ku nooshay marxalada la yidhahda marxalatu tafawuqa qof inuu bulshada ka soo dhex baxo oo mumathil lagu daysado uu noqdo nin walba ma gaadho waxaa gaadha qof waqtiga dadku ay hurdaan soo jeeda waxaa gaadha qof dadku markay makhaayadaha ku sheekaynayaan qolka hoosa soo xirta waxaa gaadha qof la jadwal yowmi shahri sanawi oo inuu injaasiye ah rabo lidaalika waxaa la yidhahdaa marxalatu tafawuq qofka gaadhay lama weydiiyo maxaa dhibood soo martay laakiin waxaa la weydiiyaa maxaan sameeyaa maxaa khibrada iyo culayskaanay haysteen sideen uga baxaa lama weydiiyo shaqumar hadda ma dhihi karaa meeqa dhib baad soo martay shaqumar idaa soo marinaysa ma dhihi karaa inaan dhib la soo marin miyaa idin tasawuran lidaalika maaynu isku dayno biidni illaahi alkariim qof walba oo arday oo markasulmadiina maanta ka tirsan inaynu gaarno marxaladaas iyada ugu dambaysa oo mujtamaca iyo bulshada iyo afraadda ku noola dad yar ay yihiin khiyaarta halkaan isugu imaaday waalidiinta macalimiinta ardayda sheekhana sheekh maxamed cabdi umar walaalkeen xildhibaanka mkunji mashma yuusuf kulli waa ni salaamay salaamka bacdi horta waxaan jeclaysan lahay dadku waa un saddex nooc waaye meesha hadda isugu imaaday afaraan dhaha arday waalid iyo wadaad iyo siyaasi ardaydu waa loo hadlay waalidiintana waa loo hadlay anigu waxaan u fiicnayd wadaadda haddaan nahay sheekha inaan sheekh noo weynaaba fadhiya inuu asaga noo hadla inta kale mustamiciin alkiraam aan noqonna siyaasiyiin waxa uu hadli lahay maxshma yuusuf intaas sababtay ku qurxneed laakiin haddaan ol yar insha allahu waan soo koobayaa midda koowaad waxaan rabay inaan aan la hadlo ardayda maanta taxarujaah waxaan aada ugu faraxsanahay wujuuhdan dhallinyarada eh aada u yar oo maanta diinta islaamka maraaxil ka mid ah qaybta akaademiga soo dhameeyey aada aan ugu faraxsannahay waxaa aada ii sii farxgelinahay wiilishii gabdhaha markaad fiirisid waxaad moodaa inay xoogaa gabdhaha ka badan yihiin
زمان يحل ليه جري مدرسة سكول كي ويلش أوبا دنا ليه جري لكن هذا أنتي وايز بدأ شيء وهذا بريحة ده كده عودوا تاجني وديدوا تاجني وحد مودعين قبله بديهن أنت هسمع أنت هذا لو فرحة والله لو حني لا أرضي أرضي ما أنت ده ثانوي لما يسام صار سفرت هذا بين بلال وينت هاي سفرت هسمع وديرت هذا وديرت هاي هأم لي إني أنا نصتين ما أنت ده ثانوي لما يسام أنا نصتين هأم مودينا سفرت هذا بلال وهاي أنا صبرتين وعلمي قد ياستين هاي أنت دار معايا طلبات وحن قدر ما والدينته إن آدي هذا دم هالسنتين وجودا مش فد المانته صبر كين وقت هو تسوق عدين تنصح بين ما تسوق عدين هبين وقت دم بعد صحتين عنو جينا دودي هالسوق قال له هاي مدرسة وقال له هاي جبس وقال له هاي وقرآن كمان تروص وبر له هاي وقلبت مركو إيمان على حساب تم اللي هي المان حلوص وديه هاي أبو مانت مع عشر حلوصوسي أن كاد جيس عشر كم يحفظ سي وقت بدون وار بتكون هالسنتين قبلي هداي قبلي هي ولا لهن خير الله سيئه كلمات الجودين أيك يقولي شو هالما قفا يا كار لوالدك مرجع أرط محدث هذا ولدي تسد حد ونقص ختمة يحمله معلمين نميه الصراع بين الحق والباطل وليس وجراء وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض إنكوا حلقين ربا نميه أنا الأرضي دان وحي حق مرجع أمشي كتير أكتب بيقسين ما تمركز في نسين الدوم كهرب أو عصري أو فصوص إنت لجلا لجسوا قادين جري دروس لجسوا قادين جري تعليم واحد مو ذي سينا إثبات الشرط الدوم كادو إثبات لي أو حوس عدا ديجيتال سيستم محرضة الدوم ككتابي لخصي جري هذا كتاب أدهين أو كينيا أن يلين وحقا خسكرت أونلاين الدوم كوز بدلي عروتان التربية يسين تربية تين هيسين أمانة إمتها عروتان أنا أدو كنتروشين وحي اللورد يجي ما أنت بس هفيرين عروت أفكار توضا أنا دبرتين ما هي أمنسينه عشرة أسين يس بس هكفيرين واي وما أنت أفكار منحرفة عروت دا ده إقادناي ودا ده مركي كجرا المراحل الثانوية إيه مراحل الجامعية قف مرة هدو مرحلة جامعة وكبحة أفكار تا مقلدن ومسلمين لغو تكفيرين هاي أما حاوة هاي لنا عكلا مسلمين دو حاوة هاي ودلالك عن كل نولنا هاي يعني دفو كل نولنا لو أركا إنا دد حوغها أي سالمسلمين صحيحين عروت حقوقاتان مرحلة ثانوية إيه مرحلة جامعة مرقولا ليالو حين دارم لاي معلمين هداته عروتا إنا دو يشين أوقات الله شاكيستي وحيالا يأميسين هين أو أفكار توضعه أنا يسحسيني أدو سحدين خير الله كسي هذا تقدر يتين وح قلادا دايجران أتكس سحدين سأشهد أتعرف لي يتين أضيف لي ستين أضيف لي ستين ما تمركز في ليست مساجدة دروس تكبحة وحوى ذاتك كحرا دلائل أدب يويني ما كانت في ليست لكن سوشيال ميديا يوتيوب وحنا يا دلائل وح كافستان وح كريستان لذا وحليا وعمري نصبح كوي مال عشر أسيسي عشر كيس والله تجا لكن يقولي مركو تجا عشر كاتوس يسيء إنه تطبيق لي إنه هارك أو كجرا مر هارك أو وين كرت أنا دخل يسكت عرفت أي أريكي وأرض يقال سحبت لما يقال حيسا إذا حشمة يوح كل ماش أي تالا أنا سحب نم أتري جريسين عرفت ده شيء سين وصلت أفكار تدو سحدين إنت أصلا حوالي ومعلمة أن أيام دي هاي جزاكم الله خيرا من أقوال سبحان ما هدين يقولين iyo maamuusi isugu daraya gabdhaha dhameeyey macadka iyo wiilasha waxaa lagu gogaadinayaa injaaska injaaska markaa leeyahay acli macnaa injaas marxalo maraxisha tacliinta ka mid ah inaad dhamayso waxaa la dhihi karaa oo ay tahay injaas leannahu in haddaad u noqotaan هذه بدر يا إسحاق لونين، هذه يا إسحاق لونين، هو بدر أو كميرة، ما بيجوار هذا توك، فيلاه وشري، قال بدر ما هو شكر عين، هو حلوية وهذه وهذه ما هو شري، سكول في كبحري، هدوه إلى هنا هو تهديه وقف، سووا جل دكتور قصص، إني كلا كلا هو يوافقي ولا يسأل، هذا يقول توه، مثل ما قلت.
شرف هي تحية إكبار وحنو جهدنا يا أساتذة لا جهدي ألف ربنا ومورا وأنزل تنين إن ليتكو مبادية وليتكو شفية يا حيسان وحي لصوفة نيجي أيانا واحدة موجيه كلماتك ملاشا ينتك جديين هي قبلها بعد هذا الأسكرة جهدي إدراك بحسين مانا الله يعرى بحاجة لي مركي شيخ مهدي ومقعد أخناي دكاترة يوحى وقضنا داد حمارسن شهادة ماجستير مركو حدي لي يعني شكرا لله سبحانه وتعالى وبركاته شكرا كل حالة ما دعينا يا وبوالدنا يا أولياء الأمور والدينتا على حسن الاختيار شكرا لله كبيرا وذلك خاصة لروبي لكن خيار قولة يجوز بالرهود عين المدينة للتأهيل العلمي وأن وجدان إراها مكة إلهي بموافجه وتكون أمانته محمد هذا بلغ جديدنا يا مركزك دورك أهيو ومدى أهيو إلى سبحانه وتعالى بركيه دور أدو يرهي أخ الوهي ضياء شيسا وأمهرنا ودعينا للدورنا فرادة سعيدين يريد رب العزيز يشيخ باريو يحبنا هكاري أولاد كنو دور رائد أبوها يو مجتمع يو كالين موقتا حدين وهو شيخ باريو وحو حسين سنة كان كريا إن قد جميعين لو قد يو كنتم أردي أو يلي قبل أخ إن قبل كنتم يتضو بركنا سبحانه وتعالى يبارك إذا كنت دردان ما يلد رايا دردان ربو حسين آيا إلى شيء أبدها شعر أبي أحوار شادة وحامي مرد الدار مايا أبشر إلى سبحانه وتعالى كذب أحوار شادة في وداع حتى تكون جوتا ثانوية أبي سيد لكي مدهو قروح ذان إن كم هو بطل الله إن أعبا مركا الجامعة أبي يسوف لأجسير أبي يسوف التوراة أبي يسوف يستاذية أدكارتو تاس أي كبدا وكوي ميادة هذه مخرج صاحب وإله أمر حجرتنا وحا آخركم يا لم يا كوي مركة بلو وجوتان علم ورع ميستر ملاحان سيوة إن شاء الله تعالى حنك دارنا إله سبحانه وتعالى كاشا حكرا ولد الدرمية أردد كهر في مركزك إن أي دلالك وطلابان هو أي وقت هو تقيم الإسلام فرصت قائمة عيادة يسمى الحال سوية شيء إدارة تقديم كانوا أدوان حسين أو كفائل معلمين مستويات سلالة بيوار القرحون أنا الثانوية ما كان بعيد البي أنا العلمان والصومرين شيخومك يا شيخ آدم يا كسامر ما كان بعيد البي إذنك هذا القرح دينا يعني كم وقت ذلك التجارة ومركز مغالبة دينا حتى سان مغرب بستان وصان مغرب فارو فقال جوهان لهم وضي الله سبحانه وتعالى وقال لكن كفصد هذا الاستان خير وابن أحد جسد الله خير من الله دوري خير كاس كفائل إيستا ونمعو إذن ويدين دوري أساتذة المدرسين كوحامية هي أنتم على ثقل العظيم والمسؤولية تلقات عليكم كبيرة فأنتم صناع جيل المستقبل فاستشعروا المسؤولية الله سبحانه وتعالى لك أشهد مسؤولية داس إلى معنى داس الهيسان وإلى درسناتان وقد سلع هذا نوم وقتب يسكى بدأ الدراشان والدين تبحالي يعي وحال أولادي مركب الله يسوى وعد القرآن يا حديث مستقبلك وكجرى برشد دينك لذلك الإمام النووي الحسوف الإمام الشافعي خفك يدور وعلمي هبرت علمي شركة قفك آخر رمضان خبرت علم الشيخ لا لا قفك رمضان خبرت هذا والدين هذا الشيخ يستوعب سرعة أردد الأسئولات كلية برتي أردد الدين أما لا لا يستوعب برتي وحا نفع بلن نعوض دين تقوى برتي إن شاء الله تعالى كنت دار مركز ويرجو صحيح بين الدكتور كوحالية هاي مشوارك سيوة جهود السيلة والله تحديات وبرين وسويت الويبين كهين ولي واحد قلت لله دكتور هدي أي
marka dhalinyarada qalin jabisay iyo kuwa ku
جيران وحليه وذلك هذا الكيسي ما أرجو إلى عيال كبدان وتعليم طولي إنتي وحكم بالعبين عن ماشي يبيعي يو فايدة هو الأنجاج ولم أرى عيوبا تعيب الناس كنفس القادرين على التمام ما أرجو إلى عيال كبدان هو تعليم طولي نقصك ويكي كتيرو إيا قابسكو أن لما يسرانين نحو عمال ومالي كدوم بيصف حال الدولية إن التعليم تسيب وضعان جامع عليه باردين شوغة تطلع ليرادة وقلاب انك إنو قلي تبسي قبل يوويل با إنك وقلي دي شوغة إمسا جامع الله بارا شاقين صدح جامع الله وعطح جامع الله وبيئة دين يبقى كبحرين أيام نحو هاي مقارنة نكوية لك وبدأكم سليل كوية لك كيف يليسا جزاكم الله خيرا جيل كيم هو هاي أو شعرها أو مدى نبضة آدي عاد بعد معلمين في الوالدين في يددك هو هاي هوكشا كلها هكاتك يشقضة أيام لكم هذا غينا حانا نمد عينينا إلهي إنو مدل سدك يددك إلى إلهي إنو بركيه إن هو يورا يسنفعه كلنا أنفع ومضى الله أنفع طلق الله أنفع إلهي كل يوم أيام الله إلهي ويدينا سبحانه وتعالى كني وحان رأي القدر وحيات ربما أنت سبنبت وحوي تكريما للطلبة الذين يتخرجون ومدير إمام موسيد أردنا ما أنت تخرج جيسا إلا موجيو أي تهي حدا مرد ومرد الحمد لله إننا لنا إلنا لنا هاي مرد بان حي مكتبنا وحان كلي هاي كرلا عيسيو مكتبوا عيسو همبنيو 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 marka labaad waxaan idin leeyahay xilmiga sidoo kale loo sheegay madamaa dowlad laba ay soo qaadeen dowlad laba oo kale oo ay dhimayeen mar waliba waa in aad la ka helo himmeeyo iyo hiigsi waana qiyaanta waana xusuusna tan fiidaha faman talaba al-ula sahar al-layali tawayyu anta waxa kale oo laataan adaw aynan arbadii hore lahayn ina deedheen hadaw gaana meel waliba idin jooga guryuhu joogaay jeebku idinku jira hadaw hadawgan ka daran ma jiro hadawgaan iska jira waxaan social media la yidhaahdo waa fasaad ummadda lagu soo daayay waxba waxtar yar ha lahaado laakiin fasaad badan oo xambaarsan yahay waa daanka in badan oo dhallinyaro aad duufsaday oo qaaday kaa iska jira ayaan idin leeyahay dadaalkiina haddaalina لما الجبال الجبال ما دام مستوانا تسوقاتين وحوي لين سهلة حتى إلى معلمين كلية أنكو إكانا نوبالتان لأرى هذا السميسان إنتا سنين أنا وضحية معلمين وحاليه هاي مركة كوات هم بليو مريه أتسو صارتين وابنا تستير مرغان كنهي دادالكين الله نوبركيو إخلاصي حرسنا حرسنا الله هذه كبدرو وحان سيبين ليه معلمين كلية المهدين ولي مواقو بينكي معلمين كلية المهدين dadka walaalay la haysta dadka maskaxdood ma lagu dagaalamayaa macallimiin farq badan aad jirta guriga macallin baa yaala tiif fiil la yiraahdo jeebabka macallin aa jira waa kan oo jeebka ku jira goob kastoo tagtaana macallimiin aa jirta suuqa macallimiin baa jirta golaha kastoo nagoon xataa kuwa cayaaraha noqotee macallimiin aa jirta waa inaad ogaataan ardada inaan idinka keliya aynan arday idin ahayn oonan idinka keliya macallimiin aanu ahayn waad u jiraan macallimiin kale oo idin la haysto haddii ladin ka baadiyo ladin ka baadiyo waa gaabitiin raadogaarigay marku wuxuu yahaynaan ladin ka baadin war ardan in cashir keliya inta udhigtaan meesha ha ku daynana dadka marna macallina waa inaad u noqotaan marna saaxiib la noqotaan marna dhaqaatiir aad u noqotaan oo aad noqotaan dad hawsha ay hayaan ku tartami karo dadka la tartamayo wax ka dhacsan karo inaad ahaataan oo ku talagelin an cashakayga waa bixiyey keliya aadaan dhihin nacam intaa waxaan raacinayaa waalidiin sidaasoo kale maryaa deedin waalid waalidiin badanaan maanta owlaad meeshaan ku lahayn oo caruurtood si adduunya u dareertay maantana ciyaaro ku maqan yihiin waalido waxaad ogaataa intaad awoodeedahay waa yar tahay cashada waxaa laga yaaba muddo gaaban inaad ka barbeyshid oo aad u baahdin taaquleen wax ugara qabta aad u baahdin waxaad ogaataa aakhiraad u baahan tahay wax ku kaalmeeyo
رسولكن عليه الصلاة والسلام وكي شري قفك هدو لدتو عمل كيس وقويا سدح رماض وحانا كهين سدح دا وحا كجرا ومدوانا أكسان ودين له برباريه وشريعي على اللبري حقي على اللبري حق والدك اللبري وقيري قلاشي لكوسو الدعيو وإن أدمان تسمي ستاوديا ستا أعطيك أنه وحالو نهيدو نبريو إيه مزيع مكوفة مزيع ميندا ماما ميندا وحالتها هي حتى ماما ماما حتى هي ميزي أعطيك سيدا مزيوي حتى بابا المدهي مزيع ميندا كامبو مركزيلا وين واحدة بدي كوسو فيرنا يمانا وحيانتي وقتو تعطينا وحوي الهوي دين ماي سيئي الهوسو دعين ماي وحوي أي ربا كنت بعلمين مركا هيركا سيئنا نقاري بارك الله فيكم مكي عند دار بحنو وأن الله كاشنو الله وأن قلبينا وشكلا كنا نتي معلمين والدين أرضي وحاليين وحالك صوتين إبليس وقود عرضي ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم إن وقود عرضي لكن وددا مقري كرو أدون يؤليه سوحك لبيحك لكرو مجران آدنو هالكاس بيكسو ألا كحرناو أعداد المعكبة بادلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا إيقا الشيخ ناي وضي وهي لها لكن ما دانا مقعي قال لك لوغي يري ماشا ساسانو سوستي لكن ما حربا أرداد هالكلمة إنا نيقا وانا عنو ميثال واحد وقت تضبعت ميه تضبعت ميه أيام ثانوية أدمانت كقال انجبين إنسانا كقال انجبين لكن وحاني سمو دي مالين تاس انا وحاقانو ماشي انكو جوجي إلادنا وحاكيني حتى قفك duksiga dhaxa ka baxa Soomaaliyan joogay dawladdi ka aan ka joogtay duksiga dhaxa qofka ka baxa shaqaan la siinay anigu sanawiyan ka baxay shaqaan hore ka galay kadibna dunyadii baad la tagtay waxa aan rabaa marka misalkaas naftayda idinku u keenay sidii anigu aan u kadsoomay ha u kadsoomina inaan idiraado wiilal iyo gabdhaba waxbarashadii hadda idii bilaabatay wax culimaduna in badan bay idii sheegtay aniga markaa jaahilnimadii aan la fadhiya oon ku duqoobay saaha ku duqoobinnina anigu inaan inta idii raahdo ayaan rabay oo mithaal naftayda aan uga dhigay waqti uu ma dheera waqti gaabanna hadalkiisu waa iska gaaban yahay سيدي محمود أرنا من صوت ما قال له انت وقتي يحب قاسي أيها الدكتور وما أحسن يا وقتي قوي سيدي وأنك من صوت محمود أرنا هذا ما قال وقت له بس كوي بارك الله فيكم وصار طلق المشي سوى في عينها وحيفة الله رفع علم سيادة أنا هنا يدلبان الله الفضيل معلمين كي صوت صار في مركز كرا لذلك قد يجعل ميزان في سنة الله صار والدين تا يجعل الموضة كشقية وصابه وري يجعل الله تبارك وتعالى أهل التوضاء وغلقه آخر يهدون بقوة أنفعة كليا كلمة ذو وإسكفه وانتهي ورنا الرماع اليوم وأدو لغة العالية ومعنى بيلا هذا ليه الهارون علمته مركب اللابين تلويك وانويك إلى الشيخ هذا نقود به شابوك انت يا إلين شيخ كبضا شيخ مين واحد صوير الشيخ إنما شيخ لكن ليه واحد صوفوبيا أنت هيلين شجعنا بريا قرطة وسط كحريطة
inaad fulisaan la isku daya ilaahayna ha idinku kaalmeeyo markas ulmadiinana waxaa leenahay insha allahu tacaala iyo asaatidadiisa iyo maamulkiisa intaajka iyo soo saarka udaan allah idin baraka idinkan horay usii wada baarakallahu fiikum asalaamu calaykum waan idin salaamay runtiina waa maalin farxad weyn inaan isugu nimaadno munaasabadtan oo kaleeta ah oo ay ku qalinjabin arday waxbarashadooda soo dhamaystay waxaan doonayaa marka hore inaan hadee salaamo mas-uuliyiinta culimadeenna uu hogaaminayo sheekh maxamed cabdi umar sheekh xasan sheekh abuukar sheekh aadan sheekh axmed sheekh maxamed qaadim mukhtaar sheekh maxamuud doctor aadan doctor xuseen sheekh badawi iyo dhammaanba culimmada iyo mas-uuliyiinta isugu timid halka tan labaad waxaan doonayaa inaan u tahdadeeyo ardada qalin jabisay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay gabdho u badan yihiin waxa qalin jabiyey iyo wiilashaba macalimiinta soo gaarsiiyey meesha ay soo gaareen waalidiinta ku dadaashay inay waxbarasho siiso caruurtooda oo ay meeshaasi soo gaarsiiyaan run ahaantii anigu nasiib uma helin inaan sanaawiga mase dugsiga sare ee dhameeyo dugsiga sare anigoo ku jira layga eriyey nin akhlaaq xun baan ahaa baan u malayn markaa marka muddo kabacdi markaan ka gudbay oon dhulka ingiriiska tegay ayaan booqasho halkan ku imay magaalada gaarisa anigoo joogo niman duqeey oo adeerada ah ayaa ay wareysto yidhi bal bal anigu noo waran xaggeed jirtay maxaad caruur leedahayo maxaad qabataayo marka waxaan iri ingiriiskan joogaa waanan shaqeeyaa jaamacad baanan dhigtaa marka duqeydaas mid ka mid aha baa intuu sidaa ii eegay uu igu yidhi war yuusufo adigu intii weligaa intii aada yareed ilaa iyo iminka waxbarasho unbaad ku jirtee goormaad qalin jabin doontaa ma damiin baa tahay marka waxaan taas ka leeyahay aqoontu waqti iyo da iyo waxamale runtiina jidkan aad qaadeen dariiqan aad qaadeen waa dariiq uu noo tilmaamay nabigeenna suufan maxamed sala allahu calayhi wasalam diinteenna islaamkana ay saldhig u tahay diinta islaamku waxay hormood u tahay oo saldhig u tahay cilmiga iyo aqoonta adduunka maanta ay haysto xisaabaadka dabiibka sayenska waxaasoo dhan qarniyadii horeeto ilwaxnimadii islaamkae markaa ka jirtay baa saldhig u noqotay jaamacadihii ugu horreeyey adduunka laga sameeyo jaamacada islaam bay ahaayeen oo dadka muslimka ah aqoontan maanta ay reer galbeedku haystaana xukunkii markaa jiray ee yurub ilaa bariga dhexe ilaa eeshiya ka jiray ayaa gaarsiiyey oo ay wax ka barteen maantana ay meesha ay ka joogaan ay ka joogaan marka waxaan idin leeyahay dadaala waxbarashadiina hore usii wada waqtiga aad joogtaanna mas-uuliyad culus baad haysaan culays badan baa idin saaray ayatiinka ummadda muslimka iyo ummadda soomaaliyeed baa dhabarka idinka saaray waanad ogtihiin marxalada dadka muslimka ay marayaan maanta haddaad eegto halganka falastiin ka socda haddaad eegto halgamaha ka socda muslimiinta shiina ku nool kashmiir iyo hataa dalka hooye ee aan dalashada iyo dhiiga naga dhexaysay soomaaliya marka idinkaa na hogaamin doona idinkaa saldhig noo noqon doona idinkaa na jihayn doona marka waxaan idin leeyahay guulaysta ilaahay ha idin garab gado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu